السلام عليكم، ازيكم دكاترة؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن تالت محاضرة لينا في شابتر الفاسكولر، وهي محاضرة الارتيريال انيوريزم والارتيريو فينس فيستولا. طيب هنبدأ اول جزء عندنا في المحاضرة وهو الارتيريال انيوريزم. يعني ايه كلمة ارتيريال انيوريزم؟ يعني تمدد الاوعية، يعني الارتري بتاعنا بيبقى بالمنظر ده، ده النورمال دايمتر بتاعه، يبدا يحصل له مره واحده كده ايه؟ دايليشن، تمدد، يبدا جزء منه يحصل فيه دايليشن، ده بنسميها انيوريزم. يبقى يعني ايه كلمه انيوريزم؟ قال لي مبدئيا هي عباره عن بيرمننت لوكالايزد دايليشن اوف ذا بلاد فيسل. يعني ايه بيرمننت؟ يعني ثابته، يعني مش حاجه مؤقته، دي هتفضل في البلاد فيسل كده على طول. لوكالايزد يعني في مكان محدد من الارتري، مش كل الارتري على بعضه انفولفد، يبقى هي لوكالايزد. دايليشن يعني تمدد بيحصل عندنا في البلاد فيسل بتاعنا اكتر من 1.5 اتس اوريجينال دايمتر. يعني لو كان القطر بتاعها 10 يبقى مره ونص، خلاص كده حجمها الاساسي بيحصل له ايه؟ بيحصل فيه دايليشن، بتتمدد بمره ونص الحجم الاساسي او الحجم الايه؟ الاولي او البدائي بتاعها. طيب لازم افرق كلمه انيوريزم عن كلمه تانية اللي هي كلمه اسمها ارتيريوميجالي. قال لي يعني ايه كلمه ارتيريوميجالي؟ قال لي يعني انا بيحصل عندي انلارجمنت في الارتري، يعني كبر هيحصل عندنا في الارتري بتاعنا، في الوعاء بتاعنا، ولكنه ايه؟ خلي بالكم هنا كان لوكالايز، كان حته معينه من الارتري الانفولفد، لا هنا ديفيوز. في الارتريوميجلي بيكون ديفيوز انلارجمنت في الارتري، الارتري بيكبر بيه اكتر من 50% النورمال دايمتر بتاعه، يعني بيبقى حجمه مره ونص. طيب ادي حاجه. قال لي وعندي كلمه تانية اسمها اكتيزيا. قال لي كلمه اكتيزيا دي برضو معناها انلارجمنت في الارتري، برضو ديفيوز انلارجمنت، ولكن الانلارجمنت بتاعنا اقل من 50% من الاوريجينال دايمتر، يعني كبرت بس الكبر بتاعها اقل من 50% من الايه؟ من الجزء اللي زادته، اقل من 50% من الاوريجينال دايمتر بتاعتها. يعني مثلا لو 10 زادت، بس زادت باقل من 5 سنتيمتر، خلاص لو كان الدايمتر بتاعها 10 سنتيمتر. يبقى ده كده ايه؟ مثال عليا. ساعات بتجيلكم الحته دي يا جماعه كتركه في الام سي كيو، يعني ايه كلمه انيوريزم؟ يعني ايه كلمه ارتيريوميجلي؟ ويعني ايه كلمه اكتيزيا؟ طيب قال لي والله انا بقسم الانيوريزم على حسب الايتيولوجي، يعني ايه الحاجات اللي ادت عندي الى حدوث انيوريزم. طيب انا قسمتها على حسب الايتيولوجي لكم نوع؟ لانواع كتير قوي. اول نوع خالص اسمه ديجنريتيف تايب، خلاص. قال لي ده مبدئيا ده الموست كومن تايب اوف انيوريزم، يعني الكومنست كوز اوف انيوريزم از ايه؟ ديجنريتيف تايب. طب قال لي يعني ايه كلمه ديجنريتيف تايب؟ يعني انا حصل عندي اثرو اسكليروزس، حصل عندي تصلب في الشرايين، فالول بتاع الارتري بتاعي بقى ويك، خلاص يبقى حصل عندنا ويكنس في الارتريال وول. الويكنس في الارتريال وول ده ادى الى تكوين مين؟ ادى الى ان الارتري ده لما بقى ويك ان يحصل له دايليشن، يعني يتكون فيه انيوريزم، خلاص. يبقى قال لي الكومنست كوزيز اثيروسكليروزس ليدنج تو انيوريزم، يعني تكون انيوريزم في اماكن كتيره، في ارتريز كتيره، في اماكن كتيره جدا، لكن اشهر مكانين هو الاورطه والبوبليتيال ارتري، مهمه طبعا. وايه البريديسبوزنج فاكتور اللي هتؤدي عندنا الى تكوين الديجنريتيف تايب اوف انيوريزم؟ هو مين؟ نفس الريسك فاكتور عندنا بتوع الانيوريزم، اللي هم مين؟ بتوع الاثيروسكليروزس، اللي هم الاولد ايج، الاوبيزيتي، الهايبرتنشن، السموكينج، الميل جندر، الكلام ده كله احنا قلناه الايه المره اللي فاتت. طيب تاني سبب عندنا بقى هو مين؟ هو التروما، خلاص. لو الارتري بتاعي اتعرض لتروما، قال لي مبدئيا انا بقسم التروما دي لنوعين كبار، نوع اسمه بلانت تروما ونوع تاني اسمه بينتريتنج تروما. البلانت تروما ده اللي هو الاصابه، خلاص، الحاده، يعني انا اتعرضت لاصابه بس من غير ما اعمل بينتريشن للارتري، تمام. طيب قال لي والله البلانت تروما دي زي مثلا على سبيل المثال الناس اللي بتتعرض لحادثه من حوادث العربيات، خلاص، بالمنظر ده بيسموها acceleration deceleration injury. يعني هنا الارتري مفيش حاجه اقتحمته، لكن الصدمه اللي الشخص تعرض لها ده لما اتحرك لقدام ولورا مع حادثه العربيه، الارتري بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه دامج، والدامج دوت بيبدا يؤدي الى ان الارتري يبقى جزء منه يبقى ضعيف، يبقى ويك، والويكن وول بتاعنا ده هيحصل له ايه؟ انيوريزمال دايليشن. يبقى مثال ليه الاكسلريشن ديسلريشن انجري اللي بيحصل عندنا في العربيات بيؤدي عندنا انهي ارتري اللي بيتاثر؟ اللي موجود عندكم في الصوره، اللي هو مين؟ اللي هو الثوراسيك اورتا،
ده الاورطه وطالع عندنا، وده الديسندنج اورطه الجزء الاولاني منه اللي بنسميه الثوراسيك اورطه، يعني الجزء من الاورطه اللي موجود عندنا في الثوركس. يبدا يحصل فيه ايه؟ يبدا يحصل له انيوريزمال دايليشن، يبدا يتمدد. هو هنا الكاليبر بتاعه الطبيعي هنا بعد ما حصل له ايه؟ تمدد. طيب تمام، يبقى ايه؟ يبقى حصل عندي ثوراسيك اورتيك انيوريزم. ده اول مثال. تاني مثال، قال لي الناس اللي بيشتغلوا بايديهم على طول ايديهم متعرضه لاصابات، المانيوال وركر اللي هم العاملين اليدويين، ساعات بيجي لهم ايه؟ بالمر ارتري انيوريزم، يعني اصابه متكرره عماله ايه؟ يحصل صدمات في البالمر ارتري اللي موجود في كف الايد، يبدا الارتري ده يحصل له ويكنينج، يضعف ويبدا يحصل فيه دايليشن ويكون عندنا مين؟ بالمر ارتري انيوريزم. طيب تمام. قال لي او ممكن ان الاصابه دي تبقى بينيتريتنج تروما، يعني اصابه اخترقت او ايه، نوع من انواع الانجريز، اخترق عندنا الارتري بتاعنا. زي مثلا ايه؟ لو انا دخلت جوه الارتري بنيدل، بابره، او بكاستر يعني قسطره، او بستاب اوند. كلمه ستاب يعني ايه؟ يعني جرح قطع، يعني زي بسكينه، خلاص زي طعن. طيب ده تلات حاجات دولت لو تعرضوا للارتري هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ركزوا معايا في الصوره دي. قال لي ده هيؤدي الى تكوين سمول هول، يعني خرم صغير في الوول بتاع الارتري بتاعنا، ساعات بنسميه بانكتشر. طب يبدا البلد يطلع عندنا بره مين؟ بره البلد فيسل بتاعنا، يبقى في عندنا تجمع دموي خارج البلد فيسل، بنسمي التجمع الدموي ده ايه؟ هيماتوما سراوندنج الارتري. وبعد كده الهيماتوما دي يبدا يلف حواليها مين؟ كبسول من الفايبرس تيشو، خلاص. ودي في الحاله دي بيبقى الارتري بتاعنا ايه؟ شكله متمدد. طب هسال سؤال، هل الارتري الوول بتاعه تمدد؟ يعني هل الوول بتاعه حصل فيه دايليشن؟ لا، ده عباره عن تجمع دموي متجمع حواليه فايبرس تيشو، فعاملين كان الايه؟ كان الارتري بتاعنا بقى دايليتد، لكن الارتري مش دايليتد، الوول بتاعه طبيعي. فعشان كده بنسميها ايه؟ فولس انيوريزم، او بنسميها سودو انيوريزم، يعني انيوريزم ايه؟ كاذبه. يبقى دي مهمه، لو سالني على بينيتريتنج انجري بيؤدي عندنا الى اي نوع من انواع الانيوريزم؟ الى فولس انيوريزم. طيب كلام جميل جدا. ايه كمان؟ قال لي لو عندي حته من الارتري بتاعتي فيها استينوزس، يعني مكان من الارتري ضاق شويه. طب لما يضيق الارتري بتاعي شويه، المفروض احنا اتفقنا ان البلاد فلو بتاعنا بيبقى في شكل حاجه اسمها ايه؟ خطوط بالطول كده، اسمهم لامينر فلو. طب لو مكان فيه استينوزس، الدم لما بيطلع من الحته اللي فيها استينوزس بيطلع في شكل توربلنت، زي ما انتم شايفين بقى ماشي بشكل ايه؟ دائري كده، خلاص. بنسميها بدل ما هو ماشي بشكل لامينر بقى توربلنت فلو. طب التوربلنت فلو ده بيعمل ايه؟ بيبدا يخبط عندنا، يعمل ايه؟ زي اصابات، يعمل انجري عندنا في الجزء اللي هو بعد الاستينوزس ده على طول. يبدا يحصل خبطات من الايه؟ سريان الدم، الدم يطلع يخبط في الوول يخلي الوول عندنا الجزء ده يبقى ويك، يضعف ويؤدي عندنا الى تكوين انيوريزم. يبقى ممكن يجي لنا بعد المكان اللي فيه ستينوزس الحته يحصل فيها الارتري يبدا يحصل فيه دايليشن، بنسميها ميكانيكال انيوريزم، او بنسميها بوست استينوتيك دايليشن، او بوست استينوتيك انيوريزمال فورميشن. تمام. يبقى ده كده الاسباب. لو كان اول حاجه اتفقنا عليها ديجنريتيف، يعني بسبب ايه؟ تاكل او حصل عندنا في الارتري بتاعنا نتيجه الاثروسكلروز. تاني حاجه خدناها التروما، وخدنا اشهر نوعين، وخدنا نوع تاني صغير اللي هو مين؟ اللي هو الميكانيكال تروما. طب بعد كده عندنا اسباب تانية. قال لي ممكن الانيوريزم دي تبقى كونجينيتال. يعني ايه كونجينيتال؟ يعني حاجه وراثيه، تشوه انا مولود بيه، بيسموها الايه؟ قال لي احنا عارفين ان في عندنا مجموعه من الانستموزس موجوده في البرين بتاعنا اسمها سيركل اوف ويلز، ساعات بيطلع فيها ايه؟ انيوريزم تطلع من الارتريز اللي موجوده عندنا اللي هم مكونين الايه؟ السيركل اوف ويلز، اللي هم السيريبرال فيسلز دول. بنسمي الانيوريزم دي بنسميها بيري انيوريزم. يهمني تعرفوا ان البيري انيوريزم موجوده فين؟ في المخ، في السيريبرال فيسل، في مكان اسمه السيركل اوف ويلز، ودولت كونجينيتال. قال لي طبعا الانيوريزم دي عرضه ان هم البلاد فيسل لما بيدايليت ممكن ينفجر، ولو انفجر هيؤدي عندنا الى نزيف في المخ اللي بنسميه سب اركينويد هيموريدج. طيب قال لي ممكن تكون نتيجة ايه؟ ان عندنا كولاجينيك ديزيز، يعني عندنا بعض الامراض بتأثر عندنا على الكولاجين، بتخلي الكولاجين اللي موجود عندي في الارتريز غير طبيعي. طيب هو الارتري في كولاجين طبعا، الارتري الوول بتاعه مليان كولاجين، وده اللي مسؤول عن الارتري بتاعي بقى الاستيك، بيحصل يعني بعد ما يتمدد يبدا يريكويل تاني، يلم نفسه تاني، خلاص؟ طيب لو كان الكولاجين بتاعنا ده قليل زي في مرض امراض زي البيست ديزيز او المارفان سندروم او الايلر دانلوس سندروم، الارتري بتاعنا ده هيبقى عرضه ان يحصل له ايه؟ يحصل له انيوريزمال فورميشن، ويحصل له دايليشن، ويؤدي عندنا الى تكوين مين؟ انيوريزم. يبقى الكولاجين لما يحصل فيه مشكله زي في الامراض ديت ده بيؤدي عندنا الى تكوين انيوريزم. قال لي ممكن انفكشن ياثر عندنا على الارتري بتاعنا.
ممكن الانفكشن ده يبقى بكتيريال انفكشن زي بكتيريا اندوكاردايتس او زي السالمونيلا او زي السيفلس. اي الانفكشن ده بيأثر عندنا على الارتري بتاعنا وبيؤدي عندنا ان الارتري ده يبدا يحصل يبقى الوول بتاعه ضعيف ويبدا يحصل له دايليشن ويكون عندنا مين انيوريزم. طيب قال لي ده اول تقسيمه، لو قسمت الانيوريزم اعتمادا على الايه؟ اعتمادا على السبب، اعتمادا على الايتيولوجي. طب انا ممكن اقسمها تقسيمه تانية، اعتمادا على الانيوريزم دي متكونه من ايه؟ خلاص، واللي مركز معايا هيقول لي انت لسه قايل ان في نوع اسمه سودو انيوريزم، وطالما في نوع اسمه سودو انيوريزم او بنسميه فولس انيوريزم يبقى اكيد في نوع اسمه ايه؟ ترو انيوريزم، اللي هي الانيوريزم الحقيقيه. قال لي دي بتبقى ايه؟ انيوريزم يعني جزء عندنا من الارتري دايليتد متكون من 3 لايرز اوف الارتري وول. خلاص، الثلاث طبقات اللي هم الانتما والميديا والادفنتيشيا بتاعتنا. طيب كلام جميل جدا. في نوع تاني من الانيوريزم اتفقنا عليه اللي سميناه مين؟ السودو انيوريزم. قال السودو انيوريزم ده عباره عن ايه؟ تجمع من الهيماتوما، خلاص، متحوطه بكبسول من الفايبرس تيشو، وده غالبا بيجي بعد الايه؟ بعد التروما، واتفقت معاكم بعد بينتريتنج تروما. يبقى هو مش متكون ولا من انتما ولا من ميديا ولا من ادفنتيشيا، ده عباره عن تجمع من الدم، والتجمع من الدم ده ايه؟ ماله؟ ها، متحوط بفايبرس تيشو. طيب قال لي ممكن نقسم الانيوريزم على حسب الشكل بتاعها، خلاص. فقال لي ممكن اقسمها الى ايه؟ يا اما ان هي يبقى شكلها اسمه ساكيولر. يعني ايه ساكيولر؟ يعني طالع في شكل ساك بالمنظر ده، طالع من جنب واحد بس من الارتري بتاعنا، يبقى فروم وان سايد اوف ذا ارتري، بنسميها ساكيولر تايب. يبقى المكان اللي دايليت طالع من ناحيه واحده. طيب لو طالع من الناحيتين اخد الارتري كله من الجنبين، بنسميها ديفيوز سيمتريكال. سيمتريكال يعني اخد الناحيتين زي بعض، في الحاله دي بيكون بنسميه فيوزي فورم. قال لي وده كومن قوي، يجي في حالات مين؟ الاثيروسكليروزس والسيفلس، مش مهم، اللي يهمني الاثيروسكليروز، بيبقى شكله فيوزي فورم، يعني بالمنظر ده من ناحيتين في عندنا دايليشن. طيب قال لي ممكن يبقى نوع تاني اسمه دايسكتنج. يعني كلمه دايسكتنج؟ يعني الدم عندنا داخل ما بين الجدار بتاع ما بين طبقات، الطبقات بتاعت مين؟ الميديا، خلاص. يعني عدى الانتما ودخل بين ايه؟ بين الميديا، قسم الميديا، بقى في جزء من الميديا هنا وجزء من الميديا والادفنتيشن الناحيه الثانيه، وعمل عندنا انيوريزم بنسميه دايسكتنج انيوريزم. يعني دي مش مهمه قوي عليكم، يهمني السكيولر والفيوزي فورم، دول اهم اتنين. طيب قال لي ممكن اقسمه على حسب فين المكان اللي فيه انيوريزم. فقال لي والله الانيوريزم بتاعتنا ممكن تبقى سنترال. يعني كلمه سنترال؟ يعني موجوده عندنا في السي ان اس، في البرين بتاعنا، خلاص. قال لي في الحاله دي بسميها ايه؟ بسميها بيري انيوريزم، خلاص. يبقى دي اول معلومه. طب او ممكن تبقى موجوده في الارتريز البريفرال، الارتريز الغير مركزيه اللي هم في الاطراف. قال لي اشهر مكان تيجي فيه، تيجي عندنا فين؟ في الفيمورال ارتري. طيب فين كمان؟ قال لي ممكن تيجي عندنا فيسرال. يعني ايه كلمه فيسرال؟ يعني تيجي عندنا في الاحشاء بتاعتنا، خلاص. تيجي عندنا في الاحشاء، خلاص. يعني ايه الاحشاء بتاعتنا؟ يعني تيجي عندنا في السبلين، في السبلينك ارتري، يبقى عندنا سبلينك ارتري انيوريزم. او في الليفر، فيبقى عندنا هيباتيك ارتري انيوريزم. او في الكيدني، يبقى عندنا رينال ارتري انيوريزم، خلاص. طيب على فكره السنترال مش بس اللي في السي ان اس، كمان اللي موجودين فين؟ في الاوعيه اللي في يعني اللي في المنتصف زي الاورطه. طيب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما انا اجي لي انيوريزم؟ قال لي لا، الانيوريزم ده مشكله كبيره. بصوا يا جماعه، مبدئيا اول حاجه احنا اتفقنا ان احنا كاشخاص طبيعيين نورمال، البلاد فلو بتاعنا بيمشي في شكل حاجه اسمها ايه؟ لامينر فلو، في شكل خطوط زي ما انتم شايفين اللي باللون الاحمر، خطوط طوليه بالمنظر ده، ده بنسميها لامينر فلو. طب انا لما يبقى عندي جزء كده عامل ساك او عامل دايليشن بالمنظر ده، ها، البلاد فلو بتاعنا بدل ما هو ماشي في شكل لامينر بيبدا يدخل جوه الحته دي، ويبقى الفلو بتاعه ماله؟ تربلنت، يعني في شكل دوائر او في شكل دوامات، خلاص. واتفقت معاكم قبل كده من المحاضره اللي فاتت، لما بيكون في تربلنس اوف ذا بلاد فلو ايه اللي يحصل عندنا؟ بيحصل دامج في الانتما، اصابه في الانتما، ويبدا الفات يخش يترصد تحت الانتما، ويؤدي عندنا الى تكوين مين؟ ها، اسيروماتس بليك، او اللي بنسميها ثرومبس، خلاص. يبقى نقرا الكلام، يبقى انا عندي المكان ده هيتكون جواه ايه؟ هيتكون جواه ثرومبوزس، هيبقى فيه جواه ايه؟ ثرومبس. ليه هيتكون ثرومبس؟ اولا ان في اثيروسكليروتيك بليك بتتكون، ممكن يتكون عليها ثرومبس، ولان كمان في دم راكد، الدم بيخش عندنا هنا مش متوصل قوي، يعني مش قادر كله يمشي ويعدي ويروح للارتري بتاعنا، فممكن جزء منه يركد ويؤدي عندنا الى تكوين مين؟ ثرومبس. يبقى نقرا الكلام. قال لي اولا الارتري بتاعنا حصل له دايليشن، الدايليشن ده خلى الفلو باترن يتخير من كونه لامينر فلو الى ان هو يتحول الى تربلنت فلو، ادي اول معلومه.
وده هيؤدي عندنا الى تكوين ثرومبس. الثرومبس هتتكون فين؟ الثرومبس بتاعتنا جوه الجدار بتاع الانيوريزم بتاعتنا، هيبقى فيه هنا في الجدار ده ثرومبس. قال لي الثرومبس دي من ضمن مشاكلها ان ممكن تتكسر، يحصل لها فراجمنتيشن، حته منها تتكسر وتمشي عندنا في البلاد فيسل بتاعنا وتروح تتحول لايه نسميها ايه ساعتها لما تبقى جزء منها صغير، ايوه ممتازين، امبولس. خلاص تعمل عندنا حاجه اسمها ديستال امبولايزيشن، يعني تروح في بلاد فيسل بعيد، في بلاد فيسل في الطرف خلاص كده ديستالي يعني بعيد عن مكان الانيوريزم، وتروح تسده ايه بنسميها ساعتها ديستال امبولايزيشن وتؤدي الى ديستال اسكيميا. طيب ايه الاعراض اللي يعملها الانيوريزم؟ يعني انا كشخص عندي انيوريزم، قال لي مبدئيا ممكن الانيوريزم دي تكون سايلنت. يعني كلمه سايلنت يعني صامته مش عامله اي اعراض. خلاص قال لي عشان تبقى عارف ان الابدومين الاورطة، في الابدومين الاورطة لما بيجي في انيوريزم قال لي غالبا بتبقى سايلنت. وطب اكتشفها ازاي؟ قال لي مصادفه اكسيدنتالي. خلاص وانا بعمل كلينيكال اكزامينيشن وانا بفحص العين وهعرف ازاي بفحص العين اشخص وجود انيوريزم، او وانا بعمل سونار الترا ساوند الاقي كده ايه ده الارتري هنا ماله دايليتد قوي، ايه ده العين ده شكله عنده مين انيوريزم. خلاص يبقى وانا بعمل اكزامينيشن او الترا ساوند الانذر ريزون، لان هي سايلنت العين مش جاي بيشتكي من حاجه، فانا بفحص بطنه لاسباب اخرى الاقي العين ده كان عنده انيوريزم وهو مش حاسس. قال لي او ممكن تعمل اعراض نتيجه كومبريشن الارتري ده مكانه الطبيعي، طب لما يحصل له دايليشن بالمنظر ده ها هيبدا يكبر يضغط على الحاجات اللي حواليه، فممكن لما يضغط على الادجيسنت ستراكشر يعمل اعراض. طيب ممكن يحصل في الارتري ده في الحته اللي فيها انيوريزم دي يحصل فيها كومبليكيشن، وهنعرف دلوقتي ايه هي الكومبليكيشن بالتفصيل. يبقى ممكن برزنتيشن باي كومبليكيشن، او ممكن العيان يجي لي بايه بلوكال ساينز اوف انيوريزم، بالعلامات بتاعه الانيوريزم. طب ايه العلامات بتاعه الانيوريزم بقى؟ بصوا يا جماعه ده ارتري عندنا اهو، خلاص شايفين ده كده الكاليبر الطبيعي بتاع الارتري، ده الدايمتر الطبيعي بتاعه، ده القطر الطبيعي بتاعه. هنا حصل له ايه؟ ها ها هنا دايليشن، الحته دي كلها بقت دايليتد. خلاص سمينا الكلام ده ايه؟ انيوريزم. ممتاز. طيب قال لي الانيوريزم ده انا لما اجي ابص عليه من بره بقى هلاقي الشكل ده، او ممكن يبقى كبير قوي والاقي الشكل ده. طب ايه الشكلين دولت؟ اولا ده عباره عن سويلنج، انتفاخ، ادي اول حاجه. سموث سويلنج يعني السطح بتاعه بيكون املس، ادي اول حاجه عايزكم تعرفوها. طب تاني حاجه قال لي السويلنج ده الانتفاخ ده موجود along الكورس او along اللاين اوف الارتري، يعني لو انا عارف ان في ارتري ماشي هنا زي السب كليفيان ارتري وهلاقي ايه؟ هلاقي على الكورس بتاعه على المكان اللي انا متوقع الاقي فيه الارتري ماشي هلاقي فيه سويلنج، يبقى السويلنج ده لازم يكون موجود along اللاين اوف ذا ارتري، ما يكونش موجود في مكان مفيش فيه ارتريز مثلا، ادي اول معلومه. اتنين اقدر احركه كده يعني بالمنظر ده حركه يمين وشمال، بنسمي الحركه دي ايه؟ اكروس اللاين اوف ذا ارتري، يعني لو الارتري الخط بتاعه عامل كده انا بقدر احركه ايه لفوق واليمين وشمال كده بالمنظر ده، اجيبه كده احركه لفوق لفوق لتحت هنا او بالمنظر هنا يمين وشمال للرايت وللليفت. خلاص بس ايه ما اقدرش احركه along اللاين، ما اقدرش احركه كده في الاتجاه ده مش هيتحرك معايا، يبقى السويلنج ممكن اجيبه في الاتجاه ده والاتجاه ده لكن ما اقدرش احركه ايه along اللاين بتاعنا، ممكن احركه across اللاين، يعني ايه اقطع اللاين اللي انا ايه اللي انا عامله دوت، يبقى ممكن احركه across اللاين لكن not along it. اتنين السويلنج اللي موجود عندي ده مليان ايه يا جماعه؟ مليان دم، بلاد معدي فيه على طول، والبلاد ده بيعمل ايه؟ يعدي في المكان ده يعمل بلسيشن. خلاص بنسمي البلسيشن دي اكسبانسايل بلسيشن، يعني بتعمل ايه؟ يعني الاقي السويلنج ده عمال يتنفخ يحصل له اكسبانشن في كل الاتجاهات. خلاص مع كل نبض الدم مع كل دم يعدي فيه يبدا يحصل فيه اكسبانشن يوسع ويصغر تاني، بنسميها اكسبانسايل بلسيشن يعني بينبض. طب ايه كمان؟ قال لي والله لو انا جيت على الارتري ده، يعني مثلا الارتري اورجن بتاعه من هنا يعني جاي من القلب من الناحيه دي، جيت ضغطت حطيت صبعي هنا بروكسيمال يعني من المكان اللي داخل فيه الدم دوست هنا، ايه اللي يحصل في الانيوريزم؟ يبقى لو عملت بروكسيمال بريشر على المين ارتري بتاعنا قال لي يبدا الانيوريزم دي مش هيدخلها دم، فبيحصل لها ايه؟ تبدا تقل في الحجم بتاعتها وممكن البلسيشنز تبدا انها ديسابير، يبقى هتقل اور ديسابيرنس اوف البلسيشن اند السايز، والسايز كمان ممكن يقل، يبقى دي اول حاجه. طب اتنين لو انا عملت ديستال، دي مش مكتوب عندكم، طب لو انا عملت ديستال كومبريشن يعني ضغطت من هنا الدم طالع من القلب وبيخش جوه الارتري ويخش جوه المكان اللي فيه انيوريزم، هل قادر يطلع؟ هل قادر يعدي؟ لا، السكه قدامه مسدوده، فيبدا البلسيشنز تزيد والسايز بتاع السويلنج بتاعنا ماله يزيد، يبقى ده كده لو عملت بروكسيمال او ديستال بريشر، ادي معلومه. طب تاني معلومه قال لي لو جيت حطيت ايديا على السويلنج ده
خلاص حطيت ايدي عليه، هحس تحت ايدي ايه؟ سيستوليك ثريل، زي رعشه تحت ايدي. ولو حطيت السماعه خلاص هسمع ايه؟ صوت اسمه بروي، خلاص زي صوت فايبريشن كده بحسه، بسمعه بالسماعه بتاعتي خلاص لما احط السماعه على السويلنج دوت وايه واسمع بيها. طيب سؤال تاني مهم، ها والله السويلنج بتاعنا ده اللي انا بتكلم عليه، سواء السويلنج ده او السويلنج ده، دوت بيكون ايه؟ يهمني انكم تعرفوا فيه ليه هو فيه البروي وليه فيه ثريل، لان البلاد فلو ما بقاش ماشي بشكل لامينر، بقى ماشي بشكل ايه زي ما اتفقت معاكم، توربلنت فلو. فالتوربلنت فلو ده بيخلي الدم وهو معدي يعمل ايه؟ يعمل صوت ويعمل الفايبريشن اللي انتوا هتسمعوه في شكل هتسمعوه في شكل بروي او هتحسوه في شكل ايه؟ ثريل. وبتظهر اثناء السيستول، اثناء الفتره اللي القلب بيضخ فيها دم ويوصل عندنا لمين؟ لمكان الانيوريزم. طيب ايه حاجات تانيه، ايه سويلنج تانيه لازم لما قبل ما اشخص اقول اللي عنده انيوريزم اقول له انا لازم اكسكلود الاذر كوزز مبدئيا. قال لي لو في سويلنج اوفرلاينج ان ارتري، يعني لو ده ارتري كده موجود عندنا ارتري طبيعي ما فيش فيه اي مشكله، وفي سويلنج موجود فوقيه. السويلنج ده الارتري احنا عارفين ايه، مع كل نبضه الارتري بتاعنا مالنا بايه؟ بيتحرك فيه بلس، بيبقى فيه جواه بلسيشن. طب لما يبقى فيه سويلنج موجود فوق الارتري بشكل بحاجه مش طبيعيه، يعني مش ده نورمال، يعني هتبدا البلسيشنز بتاعت الارتري هتتبعت للسويلنج اللي موجود عندنا، فيبقى انا عندي ايه؟ فيقول لي والله السويلنج اللي انت هتلاقيه الحاجه المنتفخه دي اللي ممكن تبقى مثلا ليمف نود، ممكن يبقى تيومر، ممكن يبقى اي حاجه ورم او اي حاجه موجوده قدام الارتري، يبدا يحصل فيه ايه؟ يبدا يبقى بلسيتنج، يبدا يبقى بينبض، يبقى السويلنج اللي هيبقى قدامي ده هلاقيه بلسيتنج. طب هسالكوا سؤال، هل البلسيشنز دي اكسبانسايل بلسيشن؟ الاجابه لا، الاكسبانسايل بلسيشن مش موجوده الا في حالات الانيوريزم. امال نوعها ايه البلسيشنز دي؟ بنسميها ترانسميتد ارتيريال بلسيشن. ايه كلمه ترانسميتد؟ يعني منقوله من الارتري، يعني مش نابعه من السويلنج ذات نفسه. في حاله الانيوريزم كان البلسيشنز طالعه من السويلنج ذات نفسه، لكن ايه زي هنا وزي هنا، لكن في الحالات اللي دي لما في سويلنج قدام الارتري لا، البلسيشنز هنا ار ترانسميتد، ادي اول حاجه نوت اكسبانسايل. وقال لي لو جيت ضغطت، لو مثلا لو في، لو انا مش عارف اذا كان ده سويلنج ولا ده انيوريزم، لما اجي اضغط بروكسيمالي اضغط قبل المكان بتاع السويلنج هلاقي ايه؟ مفيش تشينج ولا في السايز بتاع السويلنج ولا في البلسيشن، يبقى نو تشينج على عكس الانيوريزم لما كنت بضغط بروكسيمالي كان بيقل البلسيشن وبيقل السايز. طيب قال لي ولو جيت حركت السويلنج دوت، خلاص لو جيت حركت السويلنج ده بعيد عن مكان الارتري، يعني حركته يمين او شمال خلاص كده بعيد عن البوزيشن بتاع الارتري بتاعي، قال لي هلاقي البلسيشن زي اختفت، لان هو مش بلسيتنج سويلنج. امال ده ايه؟ امال ده عباره عن ايه؟ نائل بلسيشن، يبقى ترانسميتد بلسيشن. تمام. طيب قال لي لو عندك ابسس، قال لي الابسس شكله شويه ممكن يشابه منظر الانيوريزم، خلاص. طيب قال لي او لو عندك ماس، لو عندك حاجه كتله متجمعه تحت الارتري بتاعك، يبقى الحاجه دي ايه؟ حاجه موجوده تحت الارتري فزق الارتري لفوق، فالارتري بتاعنا عامل منظر ايه؟ شبه الايه؟ السويلنج كده موجود لكن هو مش ايه؟ ده مش انيوريزم، خلاص. يبقى لو عندنا ماس اندر ذا ارتري، او لو عندنا ورم من الاورام، بس الورم ده ايه؟ فيري فاسكولار، يعني مليان اوعيه بشكل كبير جدا، زي في حاله مين؟ قال لي والله سرطان اسمه الاوستيوجينيك ساركوما او البلسيتنج ميتاستس. قال لي الاثنين دولت بيكونوا مليانين اوعيه، خلاص. فلما يكونوا مليانين اوعيه ده بيخليهم ايه؟ بينبضوا، فيهم بلسيشنز. طيب قال لي عندي حاجه تانية اسمها السيرسويد تيومر، خلاص، اوف ذا سكالب. ده عباره عن حاجه اسمها ارتيري فينس بال فورميشن، هناخدها في اخر المحاضره ان شاء الله. يعني ده بيبقى عباره عن ايه في السكالب؟ حاجه كده زي سويلنج موجود وبلسيتنج، لكن ده عباره عن ارتيري فينس بال فورميشن وليس انيوريزم، وهعرف اخر المحاضره ازاي افرق بين الانيوريزم وبين الارتيري فينس مال فورميشن. طيب قال لي او ممكن تبقى العند عنده ارتيريو فينس ايه مال فورميشن، هنعرف برضو الكلام ده كله المكتوب جنبهم هتفهموه في اخر المحاضره. يبقى انا عايزكم بس تعرفوا لو دكتور سالني ايه الديفرنشال دايجنوزس اللي لخبطني بين الانيوريزم، هقول له اذر سويلنج بلسيتنج، وهرص له الايه؟ السته سويلنج دولت. طيب نبدا باول انيوريزم عندنا وهو الاهم وبيجي كتير جدا 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 في الام سي كيو، وهو مين؟ الابدومينال اورتيك انيوريزم، يعني الشريان الاورتي، خلاص، الجزء منه اللي موجود في البطن اللي موجود عندنا في الابدومن لما يحصل فيه انيوريزم، يعني لما يحصل فيه تمدد، يعني يحصل له دايليشن. قال لي مبدئيا ده الموست كومن او الموست فريكوينت تايب اوف انيوريزم، ساعات بيجي لكم في الام سي كيو مين الموست كومن تايب اوف انيوريزم؟ هو الابدومينال اورتيك انيوريزم. قال لي نورمالي الابدومينال اورتا الدايمتر بتاعه يكون اقل من 2.5 سنتيمتر. طيب قال لي فلو انا لقيته 3 سنتيمتر،
يعني معنى كده ان حصل له ايه دايليشن، ابتدى يوسع، يبقى ايه اكونسيدر ان العيان ده عنده ايه ايه الثلاثه ايه دول اللي هم مين ابدومينال اورتيك انيوريزم. يبقى ابدومينال اورتيك انيوريزم بكونسيدريت لو كان الارتري بقى 3 سنتيمتر ان دايمتر. تمام. طيب قال لي ايه انواع الابدومينال اورتيك انيوريزم، قال لي ممكن اقسمها على حسب المكان بتاعها. احنا عارفين ان ده يا جماعه الابدومينال اورتا اهو، ده هنا ده الدايفرام بتاعنا خلاص، وده الاورتا اهو الشريان الاورتي بتاعنا نازل لحد ما ايه ينقسم في الاخر ويدينا الاثنين ايليك بتوعنا. تمام. طيب قال لي والله لو المكان اللي حصل فيه تمدد ده كان تحت الرينال فيسلز، احنا عارفين الاثنين دول اسمهم ايه رينال ارتري، فنسمي ساعتها الانيوريزم ده ايه، ها اسميه انفرا رينال. قال لي ده الموست كومن تايب. يبقى مين الموست كومن تايب؟ ان يحصل عندي دايليشن في الابدومينال اورتا تحت الرينال، تحت الاوريجين او تحت المكان بتاع طلوع الرينال ارتريز، يعني هنا نسميها انفرا رينال ابدومينال اورتيك انيوريزم. طب في نوع تاني عندنا اسمه جاكستا رينال. ايه جاكستا رينال ده؟ قال لي يعني يبقى عندنا انيوريزم قريب جدا من الرينال فيسلز او قريب جدا من الاوريجين بتاع الرينال ارتري، ساعتها بنسميها جاكستا رينال. قال لي او التمدد اللي يحصل عندنا يكون فوق الرينال ارتري، في الحاله دي بنسميها سوبرا رينال ابدومينال اورتيك انيوريزم، يعني التمدد حصل فين؟ فوق الابدومينال فوق الاوريجين بتاع الرينال ارتري بتاعنا. قال لي او يكون ايه؟ يكون الايه التمدد بتاعنا اخد الثوراسيك اورتا اللي هو الاورتا اللي موجود في الثوركس اللي هو فوق الدايفرام، واخد كمان الابدومينال اورتا، ساعتها بنسميها ايه ثوراكو ابدومينال اورتيك انيوريزم. ده الموست كومن تايب اللي يحصل فيه كومبليكيشن، يحصل فيه اعراض جانبيه. طيب والانفرارينال ده الموست كومن اللي ايه ان يحصل في العموم كنسبه حدوث. يبقى لو جالي في الام سي كيو مين الموست كومن يحصل؟ هو الانفرارينال تايب. طيب مين الموست كومن كوز؟ ايه اشهر سبب يعمل عندي ابدومينال اورتيك انيوريزم؟ اتفقت معاكم الديجنريتيف كوزز اللي هم الاثيروسكليروزس. قال لي خلي بالك الابدومينال اورتيك انيوريزم لو انا سبتها واهملت عليها ممكن تاكستند ابورد، يعني تتمدد لفوق وتؤدي الى مين؟ ان الانيوريزم يتحول من كونه ابدومينال انيوريزم الى كونه ثوراكو ابدومينال انيوريزم. طيب ايه الاعراض بتاعتي؟ والحته دي مهمه جدا. قال لي مبدئيا ممكن الاعراض بتاعتنا تكون ايه سايلنت. يعني ايه كلمه سايلنت؟ يعني لا يوجد اعراض تماما، العيان ده اسيمتوماتيك مش بيشتكي من اي حاجه، طبيعي زي زيك وزي اي حد تاني في البيت نورمال خلاص. واكتشف مصادفه وانا بعمل الترا ساوند او انا بعمل اشعه مقطعيه سي تي خلاص سكان، وانا بعمل سي تي سكان فور اني انذر ريزون لاي سبب تاني، بعمل سي تي سكان الترا ساوند يقول على فكره انت الاورتا بتاعك في انيوريزم خلاص. ده على فكره اكتبه كده جنبه، ده الموست كومن بريزنتيشن، ده اشهر طريقه الابدومينال اورتيك انيوريزم يجي بيها، هو ان يكون ايه ان يكون اسيمتوماتيك. طيب ممكن يبقى بقى اسيمتوماتيك. طب لو كان سيمتوماتيك ايه الاعراض اللي بتيجي العيان؟ قال لي مبدئيا بين الم. قال لي البين ده بيكون في الاغلب باك بين، الم في الجنب في الظهر خلاص، وساعات بيكون زودها فلانك بين يعني الم في الجنب، يبقى ممكن يبقى باك بين وممكن يبقى فلانك بين. طب ليه البين ده بيكون موجود؟ قال لي ده اولا البين ده بيبقى فيج بين، يعني يقول لي انا حاسس بالم في بطني، الم غريب مش عارف اوصفه. تمام. ليه؟ لان الارتري بيحصل له انلارجمنت بيكبر ويبدا يضغط على الايه الاستراكشرز اللي محيطه بيه خلاص، فيبدا يعمل عندي باك بين. ادي اول معلومه. اتنين، لا ده ممكن العيان يجي لي بكومبليكيشن. حلو، احنا قلنا كومبليكيشن، ما عرفناش ايه الكومبليكيشن لما اتكلمنا في اول المحاضره. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل؟ ده جزء من الارتري ماله يا جماعه، سترونج ولا ويك؟ ويك، ضعيف جدا خلاص، لدرجه ان حصل فيه دايليشن وايا ما كان سبب ضعفه احنا خلاص عرفناه. طب البلاد فلو هو ماشي فيه ماشي بشكل لامينر ولا ماشي بشكل توربلنت؟ لا ماشي بشكل توربلنت خلاص، يعني عمال يعمل دامج في الوول بتاعنا، في دامج عمال يحصل في الوول بتاعنا. وكمان الوول عمال لما بيتمدد السمك بتاعه السيكنس بتاعه ماله بيقل، فيبقى عرضه ان يحصل له حاجه اسمها ايه رابشر، يعني ينفجر، تبدا الجزء ده من الايه من الاورطه ينفجر ويطلع الدم اللي جواه لبره. قال لي الرابشر منه نوعين، نوع بنسميه رابشر فري رابشر، يعني رابشر انتو الايه الابدومينال كافيتي جوه التجويف بتاع البطن بتاعتنا بالمنظر انتوا شايفينه ده، الابدومينال اورتا اهو كان في انيوريزم ورابشر ونزل الدم جوه الابدومينال كافيتي بتاعتنا. بيعمل للعيان ده ترايد، تلات اعراض بيجوا مع بعض، اولا شوك وهايبوفوليميا، الدم اللي ماشي عندنا في الدم بقى ايه قليل، وهايبوتنشن الضغط عندنا مقياس الضغط اللي عندنا ليه قليل، لان كل البلاد مش موجود في البلاد فيسل موجود في الابدومينال كافيتي بتاعتنا. ادي اول معلومه. طيب
وشوك ليه؟ لان مفيش دم كافي انه يغذي الخلايا بتاعتي والاعضاء بتاعتي. طيب والعيان يجي يشتكي من الم شديد جدا في بطنه وفي ظهره، سادن اونست اوف ابدومينال بين او باك بين، وبيكون سيفير بين، يا ريت نزودها. طيب وكمان ايه بقى؟ قال لي هلاقي بطنه بقى متجمع فيها دم في شكل ماس عامل كتله، بتبقى ايه؟ بالساتايل ابدومينال ماس، يعني ابدومينال ماس بتنبض، في ماس كتله في البطن ايه بتنبض. طيب كمان كلام جميل جدا. قال لي على فكره في لو اسمه لابلاس لو، لابلاس ده واحد كده خلاص عالم. قال لي والله ايه، كل ما الانيوريزم الديامتر بتاعها القطر بتاعها يزيد، كل ما السمك بتاع الجدار، يعني كل ما اخلي الحاجه تبقى مشدوده اكتر، كل ما السمك هيبقى ارفع، الثيكنس هيبقى ارفع، فالريسك بتاع الرابشر هيبقى اعلى. فقال لي لو كانت مثلا، والارقام دي مهمه وبتجي لكم في الام سي كيو، لو كان حجم الانيوريزم من 5 ل 7 سنتي ريسك ان يحصل عندي رابشر قد ايه؟ من 5 ل 10%. لكن لو كان حجم الانيوريزم بتاعي اكتر من 7 سنتيمتر ريسك الرابشر 20%، الضعف. والحته دي تركه مهمه جدا هناخدها في العلاج، هعرف ان انا باخد قرار العلاج واعمل عمليه ولا لا على حسب حجم الانيوريزم. يبقى دي كده معلومه، ادي اول طريقه، اول واي اوف كومبليكيشن. طب تاني طريقه هي ايه؟ قال لي لا ده ممكن الكومبليكيشن بتاعتنا تكون في شكل ايه؟ تكون في شكل حاجه احنا بنسميها ليكينج، او بنسميها كونتيند رابشر، يعني لما حصل انفجار ما حصلش انفجار لقدام، ما حصلش عندنا حاجه اسمها فري رابشر جوه البريتونيال كافيتي، جوه الابدومينال كافيتي بتاعتنا، امال ايه؟ الرابشر بتاعنا حصل لورا، يعني دخل البلد بين الايه؟ البريتونيوم كافيتي وبين الايه؟ وبين الجلد بتاعنا، خلاص؟ يبقى ايه؟ بنسميها، يا ريت نزودها اهي، بلاد انتو الريترو بريتونيوم، الدم دخل عندنا جوه الريترو بريتونيوم. طب الدم يبقى موجود ورا الريترو بريتونيوم؟ قال لي هتشخص العيان ده ازاي؟ قال لي بيبقى عنده بروزس، يعني الاقي المكان ده فيه كدمات، خلاص؟ حوالين البيوبس بتاعه، خلاص؟ ولو تفتكروا في البطن خدناها كان عندنا حاجه اسمها الكولن ساين، وكان عندنا جريترنال ساين لما كان بيحصل عندنا ايه؟ هيموريدج. طيب يبقى الجلد بتاعنا هيتصبغ، لان ايه؟ لان الدم متجمع بين، يعني ده كده البريتونيال كافيتي والاورطه هنا اهو، خلاص؟ وهنا الجسم بتاعنا، فالاورطه انفجر لورا، بقى الدم متجمع هنا ورا البريتونيوم، ملوش علاقه بالايه؟ ملوش علاقه عندنا خالص بالايه؟ بالابدومينال كافيتي بتاعتنا. طيب دي بيسموها كونتيند رابشر، ودي احسن شويه وارحم من ان هي تبقى ايه؟ رابشر فري، لان البريتون مع الوقت بيضغط على الاورطه بيمنع الدم ان هو ايه؟ يكمل طلوع. مش مهم الحته دي، خلاص؟ يبقى انا عندي بس رابشر فري وده المهم وده الموست كومن، وعندي واحد تاني احسن منه شويه لكن ليس كومن، هو الليكنج او اللي بنسميها الريترو بريتونيال رابشر. طيب ايه كمان؟ اتفقت معاكم ان الاورطه بتاعنا ده عرضه ان ده اولا يحصل في اثيروسكلروزس او يحصل في ثرومبوزس، يبقى في ثرومبس موجوده جواه. طب الثرومبس دي بتعمل ايه؟ بتضيق الكاليبر، بتضيق اليومن بتاعنا، بتخلي اليومن بتاعنا ضيق، فممكن تؤدي الى ايه؟ كرونيك اسكيميا، ودي اتفقنا عليها من المحاضره اللي فاتت. او ممكن الايه؟ يحصل عندنا اكيوت اسكيميا اون توب، لو الثرومبوزس دي كملت لحد ما سدت الايه؟ الشريان بتاعنا بالكامل، خلاص؟ يبقى هتؤدي عندنا الى مين؟ الى كومبليت اوكلوجن اوف ذا فيسل، وتؤدي الى اكيوت اسكيميا. قال لي او ممكن يحصل عندنا ايه؟ ها، ممكن حته عندنا من الثرومبس بتاعتنا تتكسر، يحصل فيها ألسر، وتبدا تنزل فراجمنت، الفراجمنت دي تبدا انها تمشي وتفضل ماشيه ماشيه ماشيه، اللي بنسميه امبولس، لحد ما تروح لبلاد فيسل صغير جدا زي الديجيتال بلاد فيسل بتاعنا، خلاص؟ وتروح تسده وتعمل عندنا مين؟ إيه السندروم اللي سميناه البلو تو سندروم، خلاص؟ يبقى امبولايزيشن جه من الانيوريزم راح بقى لوجد، يعني اتحشر في التو بتاعنا. طبعا الكلام ده احنا قايلينه المحاضره اللي فاتت. طيب يبقى ده كده اول مجموعه من انواع الكومبليكيشن. قال لي ممكن الكومبليكيشن بتاعتنا تكون ايه كمان؟ ان الاورطه ده يضغط على الايه؟ الاعضاء او الانسجه المحيطه حواليه، يضغط مثلا لو كان هو موجود عندنا مثلا يعني في الثوركس، لو كان هو ثوراكو، خلاص؟ او ثوراكو ابدومينال، او كان ثراسك ابدومينال اورتيك انيوريزم. قال لي ممكن يضغط على الاسترنم، وانتم عارفين عظمه الاسترنم، ويعمل ايروجن في الاسترنم بون. ممكن يضغط على الاعصاب اللي حواليه ويؤدي عندنا الى نيورولوجيكال بين، يعني الم نتيجه ضغط على الاعصاب او نتيجه مشاكل في الاعصاب. ممكن يضغط على الفينز اللي حواليه، اشهرهم الانفيرو فينا كيفا، يضغط عليه، ولما يضغط على الانفيرو فينا كيفا هيخلي الفينس ريتيرن وهو طالع من اللور ليمب كده، هيخلي الفينس ريتيرن هنا السكه مسدوده مضغوطه على الحته دي، فيبدا الدم يرجع تاني، فيبقى عندنا حاجه اسمها لور ليمب ايديما انتفاخ وساينوزس زرقان، يعني الدم متجمع تحته كله دي اوكسجينيتد بلاد. طيب ممكن يضغط
من ورا سواء الابدومينال انيوريزم او الثوراسيك انيوريزم، تضغط لورا على الفيرتبري وتعمل عندنا ايروجن في البون، تاكلات في الفيرتبري بتاعتنا من كتر الضغط، يحصل بريشر اتروفي. ممكن تضغط عندنا فوق في الثوركس على التراكيه وتعمل عندنا ديزنيا، يعني ضيق في التنفس. ممكن تضغط عندنا على نيرف اسمه الريكارنت لارينجيال نيرف، والنيرف ده اللي مسؤول ان هو يغذي الفوكال كورد بتوعنا اللي موجودين في الحنجره، فيخلي الشخص ده عنده ديكريز في الفوكال كورد موبيليتي، او ساعات بنسميها هورسنس اوف فويس، يعني صوته غريب، او صوته بيسموه مبحوح، يعني صوته ايه رايح، نتيجة ان الفوكال كورد مش قادرة تتحرك بشكل طبيعي. ليه؟ لان النيرف المسؤول عن حركتها اللي هو الكارنت لانجين نيرف اللي ماشي عندنا في الثوركس اتضغط عليه من الايه من من الثوراسيك اورتيك انيوريزم. طب الانفستيجيشن، ايه الفحوصات اللي عملها العيان بتاعي؟ اول فحص لازم اعمله، وخلي بالكم الترتيب مهم. لو جالي في الام سي كيو قال لي مين اول فحص تعمله، خلاص هو الالترا ساوند، يبقى السونار ده الانيشال تيست بيجي لنا في الام سي كيو. طب بيساعدني في ايه السونار ده؟ اولا هبص كده ليه الاورطه، المفروض اهو بصوا الاورطه يا جماعه قد ايه، كل ده بقى الاورطه، يبقى الاورطه بتاعنا ماله؟ ها في انيوريزم، يبقى اشوف ايه. اولا هشخص وجود انيوريزم، اتنين هشوف الديامتر بتاع الانيوريزم بتاعنا، لان كل ما الديامتر بيكبر كل ما ريسك الرابشر بيكبر، يبقى دي كده تاني حاجه. طب تالت حاجه قال لي ممكن الاقي حته لونها غامق شويه، دي ايه الحته ديت؟ الثرومبس. يبقى هشخص وجود عندي مين؟ ثرومبوزس او ثرومبس موجود عندنا داخل الجدار بتاع مين؟ بتاع الانيوريزم بتاعتنا. يبقى ده اول حاجه الالترا ساوند. اتنين ممكن ايه تاني اعمله؟ وده البيست، يعني احسن تيست استخدمه والموست اكيوريت، هو مين؟ السيتي، الاشعه المقطعيه باستخدام الصبغه. حاليا الاورطه يا جماعه بتاعنا قد كده بالمنظر ده، شايفين قد ايه؟ طبعا يبقى ده فيري اكيوريت. اولا بيساعدني اشخص ان في انيوريزم، اتنين اشوف الدايمتر بتاعت الانيوريزم بتاعتي قد ايه، تلاته بتساعدني ان انا اشخص وجود ليكنج او وجود رابشر، يعني بتساعدني ان انا اشخص وجود الانفجار او وجود الريترو بيريتونيال بليدنج اللي بسميها ليكنج رابشر. خلاص يبقى بيساعدني في تشخيص الرابشر سواء الثوراسيك او الابدومينال انيوريزم الاشعه المقطعيه. طيب قال لي ممكن اعمل الرنين اللي هو الماجنتيك ريزونينج ايمجينج اللي هو الام ار اي، الاقي الاورطه بالمنظر ده، وشايفين دول الرينال اي فيسلز بتوعنا الاثنين رينال فيسل، وادي الكلوتين بتوعنا اهمت، خلاص وادي المنظر عندنا اهو بتاع الانفرارينال مين، ها انيوريزم واضحه جدا، شايفين الفيسل بتاعنا كان القطر بتاعه عامل ازاي، الدايمتر بتاعه عامل ازاي، مره واحده حصل له ايه تمدد بالمنظر ده. خلاص طيب او استخدم قسطره، ادخل قسطره جوه من الفيمورال ارتري، بفتح الفيمورال ارتري وادخل منها قسطره لحد ما توصل تفضل مكمله هتوصل للايه للاورطه، واحقن صبغه واصور الصوره. ادي القسطره هي اللي لونها رفيع دي كده اللي داخله جوه، وادي المنظر يا جماعه عندنا بتاع مين، ها بتاع الانيوريزم، شايفين وادي الكلى اهي، ادي الكيدني بتاعتنا اهي، وادي رينال فيسل اهو، شايفين الكدني هنا وكدني هنا وادي رينال فيسل، وادي الصبغه شوينج دايليشن، في دايليشن في المكان ده، يبقى انا عندي ايه انيوريزم. طب هعالج الحاله دي ازاي؟ المانجمنت بتاعي اولا ممكن كونزرفتيف، يعني كلمه كونزرفتيف يعني علاج تحفظي، يعني مش هعمل للعين ده اي حاجه. امتى الكلام ده مهم يا جماعه من الاول؟ هنا تركات ام سي كيو. قال لي لو العين ده اسيمتوماتيك ما عندوش اعراض ولا بيشتكي من الم ولا بيشتكي من اي حاجه خالص، وجيت عملت له سونار لقيت ان حجم الانيوريزم بتاعته اقل من 5.5 سنتيمتر، يبقى في الحاله دي الريسك ان يحصل له رابشر قليل. اقول للعيان ده ايه؟ هسيبه؟ لا، اولا هقول له انت هتتابع كل ست شهور بدوبلر الترا ساوند. يبقى خلي بالكم هنزود باستخدام الدوبلر الترا ساوند ان العيان هي ايه بستخدمه فور ايه؟ مش بس فور انيشال تيست، كمان فور فولو اب للمتابعه، لانه رخيص، حاجه رخيصه تعمل ب 50 جنيه او ب 100 جنيه يعمل الترا ساوند على الابدومن الاورطه بتاعته. خلاص ليه؟ يشوف حجمها، هل الحجم بيزيد هل الحجم بيقل، هل معدل النمو بتاعي بيزيد ولا ثابت ولا بطيء ولا ايه. يبقى فولو اب باي دوبلر الترا ساوند، تابع نفسك يعني تابع الحجم بالدوبلر الترا ساوند. ايه كمان؟ هعلم العيان ايه الاعراض اللي تجيله لما تجيله يعرف ان الابدومن الاورتيك انيريزم بتاعته مالها حصل فيها رابشر. يبقى دول الايه الحاجتين بتوعنا. طيب في الحاله يعني هم دول الكونزرفاتيف ميجر، ما عملتش عمليه. طب لا جاي العيان بقى ومحتاج يتعمل عمليه، امتى اعمل عمليه؟ قال لي لو العين عنده اعراض ايا ما كان حجمها، حتى لو حجمها اقل من 5.5 سنتيمتر، العين كشتكه عمليه على طول، يبقى يبقى سيمتوماتيك ريجاردلس السايز. اثنين العيان ما عندوش اعراض بس حجمها اكتر من 5.5 سنتي، يبقى دي عرضه انها تنفجر، يبقى لازم برضه اعمل عمليه. او وانا بتابع العيان بتاعي اللي هو اللي فوق ده لقيت ان معدل النمو بتاعها اكتر من 10 ملم في السنه،
يعني بتزيد بمعدل اكتر من 10 متر في الثانيه. لا دي بتنمو بسرعه، لا دي ممكن حجمها يكبر وترابشر، لا تعالى بعمل لك عمليه خلاص. طيب او طبعا لو العين وانا بعمل له فولو اب لقيت ظهر عليه اعراض، ظهر عليه سيمتومز، او لو حجمها بقى اكتر من 5.5 سنتيمتر وانا بتابعه، في الحالتين دولت ايه طبعا بعمل كده كده عمليه. طيب ده بيسموها الكتيف سيرجري، يعني عمليه غير طارئه، عمليه انا اللي بجهز العيان فيها وبطلب منه تحاليل. ممكن بقى اعمل عمليه ايميديت، يعني كلمه ايميديت يعني فورا. امتى اعملها؟ قال لي لو حصل رابشر او حصل حاجه اسمها اكيوت اكسبانشن. يعني كلمه اكيوت اكسبانشن يعني الارتري الانيوريزم بتاعنا كان بالمنظر ده، مره واحده لقيت الانيوريزم بتاعنا كبر قوي، مره واحده كبر بحجم كبير، حتى لو حتى حجمه ما عداش 5.5 سنتي بس كبر بسرعه قوي مره واحده يعني بشكل حاد، وشخصتها بالسي تي. لا هنا من المفضل ان انا اعمل ايه؟ اعمل عمليه. ايه العمليات اللي بنعملها يا جماعه؟ عندي نوعين من العمليات ممكن اعملهم. ممكن اعمل حاجه اسمها اوبن سيرجري، افتح بطن العين بالمنظر ده، افتح بطنه وعمليه تبقى اجريسيف جدا واشوف الاورطه، وشايفين وادي المكان اللي فيه انيوريزم، شايفين الانيوريزم قد ايه؟ اعمل ايه بقى؟ قال لي اعمل حاجه اسمها بروكسيمال يعني ناحيه القلب اند ديستال كنترول، بحط كده زي حاجات زي كلامبات بقفل بيها الاورطه بتاعنا، بسد بيها الاورطه عشان اقدر اتعامل معاه. بنسميها بروكسيمال اند ديستال تمبرري كنترول، يعني مؤقته اثناء العمليه. وبعد كده افتح الساك بتاعتي، افتح المكان اللي فيه انيوريزم، خلاص افتحه لبره، يعني افتح الحته دي لهنا وافتح المكان ده لهنا، خلاص بالمنظر ده اهو. وبعدين احط جوه جوه الارتري بتاعنا ده جرافت، خلاص احط جرافت، بتبقى يا اما بتبقى بايفوركيتد جرافت يعني منقسمه لاثنين عشان تخش ايه لجوه الاثنين، ايه الاثنين ايليك فيسلز بتوعنا، يا اما بيسموها ايه انلاي سينثيتك تيوب، يعني تيوب زي كده ايه انبوبه موجوده عندنا داخل الايه داخل الاورطه، وبعد كده ارجع الف الكفر بتاع الاورطه تاني عليها. طب انا كده استفدت ايه؟ انا كده اولا خليت الدم يمشي بالشكل الطبيعي ده خلاص، وقويت الوول بتاع الاورطه لان بقى ماشي في تيوب مش ماشي على الايه مش عرضه انه يرابشر، ادي كده حاجه. اتنين ما بقاش في ثرومبوزس بقى موجوده في الجدار بتاعي، دي تيوب ماشي جواها الدم بالمنظر ده خلاص. دي بنسميها ايه؟ بنسميها اكسجن اوف ذا انيوريزم، يعني انا هنا شلت الانيوريزم بتاعتنا اند ان لي جريفت. وهنا اوبن سيرجري، قال لي طب انا ممكن اعملها من غير ما تبقى اوبن سيرجري؟ قال لي اه. بنسميها ايه؟ اندوسكوبيك فاسكولار ريبير اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم، او اختصارها ايفار. ايه الايفار ده؟ بصوا يا جماعه، بفتح بمنظار من هنا من عند الفيمورال ارتري سواء يمين او شمال، وادخل جواه ايه؟ ادخل القسطره خلاص، وادخل بالمنظار بيها منظار، ادخل لحد ما اوصل مكان الانيوريزم، وابدا بتبقى راكبه عليها الايه؟ الجرافت بتاعتنا او التيوب بتاعتنا، تخش تركب بالمنظر ده. يبقى انا هنا ما فتحتش بطن العين، انا دخلت منين؟ دخلت بالمنظار من الفيمورال ارتري. يبقى بدخل والله عن طريق ان انا بفتح الفيمورال ارتري من الناحيتين بايلاترال فيمورال ارتريوتومي، وادخل بالمنظار ادخل اركب الايه التيوبز بتاعتي بالمنظر ده عشان ايه اخلي المكان اخلي الدم يمشي في الحته دي وما يعديش على الانيوريزم، فما ضيعت الرابشر، ضيعت الايه ان يحصل عندي اكسبانشن ويضغط الحاجات اللي حواليه، ضيعت الريسك ان انا يجيلي ثرومبوزس وامبوليزم، كل ده انا عليك توب ان انا حطيت الجرافت. يبقى ايه اندوليومينال ستنت جرافت، انا حطيت ايه جرافت في شكل ستنت كده زي دعامه مدعمه خلاص، إيه جوه الايه جوه الفيسل بتاعنا او جوه المكان اللي هو الاورطه بتاعنا عن طريق دخلت الفيمورال ارتري. انا هنا ما فتحتش بطن العيان، خلي بالكم، امال ايه؟ انا فتحت الفيمورال ارتري بتاعه. طبعا ده ايه بقى؟ امتى اعمل الكلام ده؟ قال لي لو كان العيان ده هاي ريسك، يعني العيان ده انا مش قادر اعمل له عمليه، ما يستحملش تخدير، ما يستحملش عمليه جراحيه يفتح فيها بطنه، او لو كان بطنه خلاص بيسموها هاي ريسك ابدومينال فاكتور، العيان ده لسه عامل عمليه قبل كده، وانتوا هتعرفوا ان شاء الله قدام لما تمشي في الجراحه شويه ان اي عمليه افتح فيها البطن بتعمل تليفات شديده جدا في البطن. فعيان لسه عامل عمليه افتح بطنه هلاقي بطنه جواها كلها فايبروزس والعمليه صعبه ومش قادر اوصل للابدومينال اورتا والدنيا سيئه جدا، فمن المفضل ان انا ايه امشي بمنظار خلاص. يبقى امتى بعملها؟ لو كان هاي ريسك بيشنت او هاي ريسك ابدومين. طيب ايه كمان كده؟ انا خلصت الانيوريزم المهمه اللي علينا، في بقى شويه كلام كده اضافات بسيطه هنقراها. اولا البوبليتيال ارتري، احنا عارفين البوبليتيال ارتري بتاعنا اهو اهو يا جماعه خلاص، البوبليتيال ارتري بتاعنا ممكن يحصل فيه انيوريزم،
يحصل فيه تمدد بالمنظر ده ويعمل سويلنج زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. قال لي مبدئيا دي بتحصل اكتر في الرجال في سن اكتر من 50 سنه، في الاغلب بتكون بايلاترال. علموا عليها اكتبوا جنبها ام سي كيو، عشان في دكتور عندنا في الكليه اسمه احمد قاسم بيسالكم يقول لكم لو لقيتوا عيان عنده فيمورال ارتري انيوريزم ايه اول حاجه تعملوها؟ الاجابه بتكون ايه؟ اول حاجه بنعملها ان انا اروح ابص على رجلي الثانيه، لان في الاغلب بيكون عنده انيوريزم في الرجل الثانيه. طيب اثنين، البوبليكيال ارتري ده انيوريزم، قال لي في الاغلب بتبقى ترو انيوريزم وبتبقى نتيجه ديجنريشن نتيجه اثيروسكلروز. قال لي ولو كانت بايلاترال، لو لقيتها موجوده الناحيه الثانيه، في الاغلب هيكون معاها ايه؟ اورتيك انيوريزم. وده تاني سؤال الدكتور بيساله، يقول لك طب لو لقيت عنده بايلاترال ايه تاني حاجه اعملها؟ اروح ابص على الابدومينال اورتا، اعمل له سونار اشوف اذا كان عنده ابدومينال اورتيك انيوريزم ولا لا. طيب اشخصه ازاي ده؟ بالسي تي، اعمل سي تي على رجل العيان، والله هلاقي ايه؟ هلاقي العيان ده عنده ايه؟ ابدومينال ايه؟ هلاقي عنده بوبليتيال انيوريزم. طيب ايه عيوبها؟ بص يا جماعه ركزوا في الحته دي كويس قوي قوي قوي. لو انتوا بتفتكروا من اول محاضره كنت قايل لكم ان البوبليتيال ارتري ده ها ما كان عنده حاجه اسمها بور كولاترال او ما عندوش حتى كولاترال خالص، مظبوط؟ يعني لو انا حصل عندي انيوريزم وكمن عندي هنا ثرومبس، هل في كولاترال هتساعد البوبليتيال ارتري يعدي المكان اللي فيه ثرومبوز ده؟ لا مفيش، الكلام ده مش موجود هنا عندي. يبقى ايه؟ هبقى عرضه قوي لو جالي ثرومبوزس ان يحصل عندي ايه؟ اسكيميا في رجليا وممكن ادخل في امبيوتيشن. اتنين، الثرومبوزس دي ممكن تبعت امبولس، والامبولس دي تعمل عندنا برضو ايه؟ ها تعمل تبقى لوجيت ديستري وتعمل عندنا بلوتو سندروم وبرضو تؤدي عندنا الى جنجرين في صابعنا. يبقى الحته دي خطيره جدا. يبقى ايه؟ يقول لي عشان كده نقرا السطر اللي تحت ده، يقول لي ات ماست بي ريبيرد وين دايجنوزد، اول لما اشخصها لازم عليك. ليه؟ لان الثرومبوزس از موست كومن كومبليكيشن اللي تحصل عندنا ومعاها هاي ريسك اوف امبيوتيشن. مجرد ما يجي لي ثرومبوزس في البوبليتيان ارتري انيوريزم ابقى عرضه ان يجي لي امبيوتيشن في رجلي. ليه؟ لان رجلي هتعرض لاسكيميا، مفيش ارتريز مساعده، فممكن ادخل في جنجرين واحتاج ان انا اعمل امبيوتيشن. ادي اول معلومه. طب اعالج ازاي؟ قال لي اجي الحته اللي فيها انيوريزم دي اقطعها واحط مكانها ايه؟ جرافت، وانتهت القصه. اكسجن اوف ذا انيوريزم واريستور الكونتينيوتي باي جرافت، وانتهى الموضوع على كده. طيب كلام جميل جدا. ايه كمان؟ ايه نوع تاني عندنا من الانيوريزم؟ الحاجات دي كل دي تركات ام سي كيو بيجي لكم في الامتحان. طيب ممكن تجي لنا الانيوريزم في ارتري اسمه السياتيك ارتري، اسمه سياتيك ارتري انيوريزم. لو في دكتور شاطر ومذاكر كده امبريولوجي ومذاكر لور لمب هيقول لي مفيش حاجه اسمها سياتيك ارتري اصلا. السياتيك ارتري الطبيعي ان يحصل له حاجه اسمها انفوليوشن، يعني يحصل فيه ضمور. السياتيك ارتري ده بيبقى موجود عندي وانا طفل، بيبقى مسؤول ان هو يغذي اللور لمب بتاعتي، بس لما باجي اكبر مين اللي بيبدا يبدله ويعمل له ريبليسمنت؟ مين؟ الفيمورال ارتري. بيطلع عندي ارتري اسمه الفيمورال ارتري ويبدا السياتيك ارتري يختفي، يحصل له ريجريشن. لو بشكل غير طبيعي السياتيك ارتري ده فضل بريزيستنت، يعني فضل موجود خلاص، يبقى عندي سياتيك ارتري كان بريزيستنت، ودي حاجه رير، دي حاجه اصلا كونجينيتال فاسكولار اوميلي، ده تشوه خلقي موجود عندنا. قال لي ده هيؤدي عندنا الى ايه؟ قال لي ان الارتري ده يبدا يتعرض عندنا لتروما، ريبيت التروما، مطرح كل شويه ما الشخص بيقعد بيعمل اصابه في السياتيك ارتري بتاعه، خلاص في السياتيك ارتري بتاعه تمام، ويبدا يحصل عنده ايه؟ ده يؤدي الى ان الوول يبقى ويك، ويؤدي الى تكوين مين؟ انيوريزم فورميشن، تتكون عندنا سياتيك ارتري انيوريزم. وطبعا ممكن يحصل فيها ثرومبوزس، الثرومبوز دي ممكن تتكسر وتدي امبولس وتعمل عندنا ديستال اسكيميا، بشخصها بالسي تي انجيوجرافي، خلاص ده اللي بحتاجه للتشخيص. طب بعالجها ازاي؟ اعمل سيرجيكال اكسجن، اشيلها خلاص، اشيل الانيوريزم بتاعتي دي خلاص، يبقى بعمل سيرجيكال اكسجن للانيوريزم بتاعتنا تمام. دي اول حاجه. او اتنين، ممكن استخدم المنظار، بس بالمنظار بنعمل حاجه اسمها كويلنج، وهنعرف يعني ايه كلمه كويلنج. بدخل زي سلك او مجموعه من الخيوط بالايه؟ بالمنظار، بتعمل فايبروزس وتسد الارتري ده كله على بعضه، تسد المكان اللي فيه انيوريزم. وانا طبعا مش محتاج السياتيك ارتري ده في حاجه، يروح ما يهمنيش منه اي حاجه، لان الفيمورال ارتري هو اللي عمله ريبليسمنت. وادي السطر بتاعنا، ديورنج امبريوجينيسيس الفيمورال ارتري بتاعنا از فورمد خلاص، ولما بيبقى فورمد قال لي على الناحيتين السياتيك ارتري بيحصل له ريجريشن، يختفي ويسيب مكانه بقايا طفيفه اسمهم ريمننت اوف السياتيك ارتري، يعني الطبيعي ان هو ما يبقاش موجود. ساعات بيجي سؤال في الام سي كيو
يقول لكم ايه؟ ايه هو؟ What is the form of abnormal artery aneurysm؟ يعني artery غير طبيعي حصل فيه aneurysm؟ بتبقى الإجابة بتاعتكم مين؟ ها؟ بتبقى الإجابة بتاعتكم هي sciatic artery aneurysm. طيب ايه كمان؟ عندنا الإلياك artery ممكن يحصل فيه aneurysm. قال لي في الأغلب بتبقى isolated إيه، ولو يعني بتبقى على ناحية واحدة، وممكن وممكن ألاقيها إيه؟ ممكن الاقيها associated with ايه؟ with an aortic aneurysm. طيب ما تهمنيش في حاجه قوي الحته دي، ايه اللي يهمني بقى؟ الفيمورال aneurysm. الانيوريزم اللي بيحصل عندنا يا جماعه في الفيمورال artery. قال لي والله انا بقسمه لنوعين، نوع اسمه true aneurysm ونوع تاني بنسميه false aneurysm او بنسميه pseudo aneurysm. طيب قال لي true aneurysm اللي هو degenerative اللي بيحصل نتيجه الاثيروسكليروزس. قال لي مبدئيا ده unusual انه يحصل، يعني حاجه uncommon نادر قوي انه يحصل، يبقى relatively unusual. خلاص؟ قال لي ولو حصل بيكون معاه associated abdominal aortic aneurysm في نفس في نفس الشخص ده، بيبقى طالما عنده femoral aneurysm معاه بالمره كمان ايه؟ abdominal aortic aneurysm، يبقى ادور عليها ايه؟ لو لقيت اللي عنده femoral aneurysm كانت pure aneurysm. امال مين اللي more common انها تحصل؟ اكتبوا كده جنبها ان دي الموست كومن تايب اوف femoral aneurysm، ان هي تكون ايه؟ ها؟ ان هي تكون pseudo aneurysm، يعني aneurysm كاذبه. حصلت ليه؟ قال لي نتيجه ان انا اتعرضت لتروما. التروما دي ايه؟ ايه التروما اللي تعمل اتاثر عندي في femoral artery؟ ممكن مثلا حد بيحقن انجكشن في femoral artery، ممكن مثلا حد مركب قسطره في femoral artery، حد مدخل منظار في femoral artery. كل دي حاجات انا عرضت الجدار بتاعي لاصابه، والاصابه دي ادت عندي الى ان الول يحصل فيه هول، خلاص يحصل فيه تجوف او يحصل فيه خرم، والخرم ده يطلع منه الدم، والدم يتجمع حواليه فايبرس تيشو ويعمل عندنا هيماتوما متوصله بالارتري، بتبقى شبه الانيوريزم، فبيسموها سودو انيوريزم او بيسموها فولس انيوريزم. طيب قال لي والله الانيوريزم بتاعتنا دي احنا ممكن نقسمها لنوعين، يا اما انها تبقى تايب 1 يا اما تايب 2. تايب 1 دي لو كانت موجوده عندنا في الكومن فيمورال ارتري، خلاص ساعتها بنسميها تايب 1. لكن لو كانت والله موجوده في الكومن فيمورال وراحت كمان خدت البروفاندا فيموريس، يبقى هتاكستند لحد ما تنفولف الاورفيس اللي هي الفتحه بتاعت البروفاندا فيموريس، بنسميها تايب 2. طب كلينيكالي الاعراض اللي موجوده عند العين، ممكن العين ده ما يبقاش عنده اي اعراض اسيمتوماتيك، او ممكن يجي يشتكي في المكان بتاع الفيمورال ارتري عند الجروين بتاعتنا، يقول لي ده انا عندي سويلنج، عندي حته منتفخه. خلاص سويلنج في الجروين بتاعنا دي حاجه كلينيكالي اشخصها. طب ايه الكومبليكيشن، ايه الاعراض الجانبيه بتاعتها؟ قال لي مبدئيا ثرومبوزس، يتكون جواها ثرومبس تسدها، او امبولس، او انها ترابشر، او انها تضغط عندنا على الفيمورال فين اللي هو بياخد فينس ريتيرن من اللور ليمب فيعمل عندنا لور ليمب اديما، او تضغط عندنا على الفيمورال نيرف خلاص فيعمل عندنا ايه؟ بين في منطقه الجروين. تمام؟ يبقى ده كده الفيمورال ارتري انيوريزم. طب ايه كمان عندنا؟ قال لي ممكن الانيوريزم دي تبقى جايه منين؟ من الفيسرا، يعني في الاحشاء بتاعتنا، يعني مثلا في الهيباتيك ارتري، في السبلينيك ارتري، في الرينال ارتري، كل دي امثله لانيوريزمات تطلع عندنا. بس هنا خلي بالكم الانيوريزم موجود فين؟ جوه الاحشاء، جوه العضو بتاعنا. تمام؟ طيب قال لي مبدئيا ده انكومن. في الاغلب لما بيجي العيان ده بيجي في حاله طوارئ، في حاله ايمرجنسي، خلاص، و8% من الحالات دولت بيموتوا. مين الموست كومن؟ اكتبوا جنبها ام سي كيو، بتيجي كتير جدا في الام سي كيو. الموست كومن فيسترال انيوريزم هو السبينيك انيوريزم، السكند موست كومن هو الهيباتيك انيوريزم، والثيرد موست كومن ان يجي عندنا في مين؟ في السوبيريور ميزنتريك ارتري انيوريزم. السوبيريور ميزنتريك ارتري بيغذي عندنا الانتستين بتاعتنا. طيب والله مين اللي يهمني في دولت؟ السبليك انيوريزم. قال لي ده بيحصل اكتر في السيدات، وده بيكاري هاي ريسك ان هو يرابشر اثناء البريجننسي. يبقى لو واحده ست حامل وعندها سبليك انيوريزم ممكن ينفجر اثناء الحمل والست دي تموت من كتر النزيف اللي هيحصل عندها. قال لي فعشان كده اول لما شخصه وانس دايجنوزد لازم يتعالج، بالذات لو كانت في ميل، وبالذات لو كانت في الايه؟ في السن اللي ممكن تحمل فيه وتنجب فيه. طب بعمل ايه بقى؟ قال لي والله اشيل الايه؟ المكان اللي فيه انيوريزم، اعمل حاجه اسمها انيوريزم ريسكشن، او ممكن ادخل بالمنظار
وحط ايه كويل. كويل ده بيبقى زي سلك، ماده كده شبه الاسلاك، بتخش جوه المكان اللي فيه انيوريزم، بتسد الانيوريزم بتاعتنا وتقفلها، بتعمل فايبروزس. المكان اللي فيه السلك ده، المكان اللي فيه الكويل، بتخش بالايه بتوجيه المنظار، فبيسموها انجيوجرافيك كويل، يعني زي سلك كده او زي خيط رفيع بلافف كده حوالين نفسه حلزوني، كويلينج اوف ذا انيوريزم. طيب، او ان انا ايه اشيل الانيوريزم بالسبلين مع بعض. ساعات بنضطر لو كان في نزيف شديد او مش قادر اعمل العمليه، بشيل الطحال، بعمل سبلينكتومي معاها ايه ريموفال اوف ذا انيوريزم. اخر حاجه بس تهمني خالص هي ايه، بيقول لي والله لو انا كان عندي انيوريزم في المخ في السيريبرال فيسلز بتوعنا، خلاص اللي اتفقنا كان اسمهم ايه بيري انيوريزم، اللي كان اشهر سبب ليهم كان بيكون مين؟ ها ممتازين، اللي كان اشهر سبب ليهم كان بيكون الكونجينيتال كوز. قال لي بيبقى صعب قوي ان انا افتح بقى المخ وابدا اعمل دايسكشن، دايسكشن يعني ازاي اسلك او احاول ان انا ازق الانسجه لحد ما اوصل للارتريز، لان ده ممكن يعمل بيرمننت دامج، انا هنا بخبط في الاعصاب. فقال لي من المفضل ان انا اعمل حاجه اسمها ايه، يا ريت نكتبها كويلينج، يعني احط الكويل جوه مثلا المكان اللي فيه بيري انيوريزم، والكويل ده هو اللي بيسد الايه بيسد الانيوريزم دي، بيحصل فيها فايبروزس وتتقفل، وابقى كده عالجتها من غير ما اعمل ايه عمليه جراحيه وافتح وايه واخيط واقص والكلام ده كله، لان ايه المخ طبعا ايه حاجه حساسه جدا. فمن المفضل ان انا ادخل بالمنظار بالاندوسكوب واعمل ايه اندوسكوبك كويلينج. يبقى ده لو جالكم في الام سي كيو، ما جاش قبل كده بس يعني لو جه. قال لي لو عيان عنده فيمورال ارتري انيوريزم بنسبة 85% بيبقى عنده كونكوميتنت، يعني في نفس ذات الوقت ابدومينال اورتيك انيوريزم، ولو شخص عنده بوبليتيال ارتري انيوريزم بنسبة 62% عنده تشانس ان يكون معاه برضو كونكوميتنت، يعني في نفس ذات الوقت ابدومينال اورتيك انيوريزم. فلهذه الاسباب اي عيان جاي لي عنده فيمورال انيوريزم او عنده بوبليتيال انيوريزم، لازم اروح وادور هل عنده ابدومينال اورتيك انيوريزم ولا لا. تمام، وبكده نبقى خلصنا أول جزء من المحاضرة بتاعتنا.